اليوم السابع برحب بيكم فيديو جديد من محافظة الشرقية. احنا معانا النهاردة الاول على الشهادة الاعدادية محمد محمود فوزي بمجموع 280 من 280. احنا بنبارك له من خلال اليوم السابع، بنقول له الف مبروك. الف مبروك يا محمد، ربنا يوفقك يا رب، وان شاء الله يعني تستمر النجاح من نجاح لنجاح ان شاء الله. ربنا يوفقك في حياتك. لو تعرف الناس اللي بيشوفونا من خلال اليوم السابع، محمد منين ومدرسة ايه؟ انا محمد محمود فوزي من الابراهيمية محافظة الشرقية صف التالت الاعدادي. انت في مدرسة ايه يا محمد؟ مدرسة الابراهيمية الرسمية للولاية. ربنا يوفقك يا رب العالمين. لو تكلمنا كده عن فرحتك بخبر الاول على الاعدادية، عرفت الخبر ازاي؟ ولما عرفت ان انت اول المحافظة كان مشاعرك كانت ايه؟ عرفت، كانت مدرسه صاحبه مامتي قريبه مننا يعني، هي اللي قالت لنا الخبر. الصراحه الفرحه يعني كانت كويسه، لكن كان في نوع من التوتر يعني. انت طول الفتره اللي فاتت كنت طبعا متابع النتيجه وكنت متوتر، احكي لنا كنت متابع النتيجه ازاي، وكنت متوقع ان انت تكون الاول ولا كنت متوقع ان انت تنجح بتفوق؟ الصراحه يعني النتيجه كنت انا متوقعها ثقه في الله اولا، ثانيا ثقه في نفسي وفي مجهودي اللي انا عملته طول السنه. كلمنا بقى، يعني انت الطالب المتفوق، فاكيد الطالب المتفوق بيبقى ليه نظام بقى في المذاكره طول السنه وفي طريقه اداره السنه غير يعني الطالب العادي، احكي لنا كده. هو اهم حاجه مش الكميه، اهم حاجه الجوده، الكواليتي، ان انا اطلع من الدرس اكون فاهمه كاملا، مش هسيب حاجه الا وانا فاهمها، مش احفظها حفظ اعمى، اكون انا والدرس صحاب، دي اهم حاجه. كنت بتذاكر ازاي وبتاخد دروس ايه؟ احكي لنا كده، بدات الاعداديه من امتى؟ يعني هو كنت بذاكر ازاي؟ يعني انا كنت بحاول دايما ابذل جهد قوي جدا في ان انا افهم الدرس اكتر من ان انا احفظه، دي كانت حاجه مهمه. ثانيا الدروس كنت باخد نوعا ما دروس، بس مش في كل المواد، يعني اللغه الانجليزيه، ممكن اللغه العربيه، الساينس، الفرنساوي، كنت باخد دروس في الحاجات. يعني انت كنت بتاخد 3 دروس بس من أربعة. 4 دروس. وده كانوا بياخدوا وقتك طول اليوم ولا انت كنت بترتب وقتك؟ لا، ساعتين في اليوم بالكتير. لا، فترة الامتحانات والفترة، يعني انت كنت حاطط لنفسك هدف من بداية الاعدادية ان انت تكون الاول ولا كنت؟ هو هدفي من بداية الاعدادية ان انا كنت اجيب مجموع يدخلني مدرسة ستيم. ان شاء الله ربنا يوفقك. انت طموحك ان شاء الله تخش مدرسه ستيم باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يكتبها لك. طيب كلمنا بقى، يعني اكيد التفوق ده كان قبله يعني حاجات تانية كتيره انت كنت متفوق فيها، كلمنا عن يعني بجانب التفوق العلمي عن نشاطك. يعني انا عندي نشاط في الرياضه، بلعب كره قدم وكمال اجسام نوعا ما. البدايه خالص كانت من وانا صغير دايما ان اهم حاجه كانت الكواليتي، مش مهم انت بتذاكر قد ايه، المهم انت بتذاكر صح ولا لا. انت ما شاء الله، انت بتذاكر قد ايه، المهم انت بتذاكر صح ولا لا. انت ما شاء الله يعني لاعب كمال اجسام ولاعب، مش لاعب كمال اجسام قوي، بحاول احافظ على صحتك. انت صحتك وكمان لاعب كره قدم، يعني بتلعب نوعاً. بتمارس رياضه كره القدم. طب بالنسبة للنشاط المدرسي، يعني أنا سمعت إن أنت كنت بتشارك كمان في الأنشطة المدرسية وفي المسابقات. كنت بشارك في شاركت في مسابقة أوائل الطلبة، والحمد لله حصلنا على مركز ثالث محافظة. شاركنا في المسابقة على مستوى حزب الوطن، وحصلت حزب مستقبل الوطن، وحصلنا على المركز الأول على الإدارة. ما شاء الله. طموحك ان شاء الله في المستقبل، بتخطط لحياتك ازاي ان شاء الله؟ عامة ان شاء الله بحاول اتخرج من كلية العلوم، اشوف فرصة برا مصر وارجع في البلد ان شاء الله بالعلم ده اللي انا هاخده برا. يعني ايه في المستقبل يا محمد؟ ان شاء الله التحق بمدرسة ستيم للمتفوقين، واتخرج منها بمجموع عالي، والتحق بكلية العلوم ومجال البحث العلمي عامة عشان أنفع بلدي، زي جدي الشهيد في حرب 73، اللي الصراحة أنا بهديه اللي أنا النجاح اللي أنا بعمله دلوقتي ولروحه الشهيدة. ربنا يرحمه، جدا كان من شهداء حرب أكتوبر ونصر أكتوبر، يعني دي حاجة تشرف يعني. اسمي نبيل عبد المحسن يوسف، مدير التعليم الإعدادي بوزارة البرامج التعليمية.
بنهني طبعا محمد محمود على ترتيبه الاول على المحافظه المجموع الفول مارك 280 و280، وده مش غريب على اداره المدرسه الاجراميه للوباء بقياده الاستاذ محمد سالم، وطبعا على راس المنظومه معالي الدكتور مدير عام الاداره الدكتور احمد عبد الله عيسى والاستاذ شريف جيف وكيل الاداره. وطبعا ده شرف كبير جدا للتعليم الاعدادي على مستوى الاداره، وبنهني محمد دايما وان شاء الله يعني في الثانويه العامه كده برضه الاول على الجمهوريه ان شاء الله. الف الف مبروك يا محمد. مع حضرتك محمد احمد سالم مدير مدرسه المنظومه الرسميه للوباء. لو تكلمنا كده عن محمد، يعني اكيد هو يعني كان متفوق من يوم ابناء المدرسه ومعانا من كي دول ما شاء الله لعالي ثالثه اعدادي السنه الدراسيه اللي انتهت بيه على خير، ومن يومه ما شاء الله عليه متفوق. يعني حتى كنت لسه بكلم حضرتك من شويه بقول لك لما كان هنا زارك ما كانش بيتقلب على بعضك نص درجه، لازم يشوف هو القصه فين وازاي وعشان ايه. فمن بدايه تاريخه الدراسي ما شاء الله عليه متفوق، ربنا يحميه ويبارك فيه، من كي جي 1 نموذج كويس للطالب الملتزم للطالب المثالي، مشارك في جميع الانشطه اذا كانت رياضيه او فنيه او تعليميه، دايما بيشارك معانا في المسابقات وبيكون مبني عليه الاختيار. بعد كده مطلوب 5 للمدرسه بناخد محمد، وبعد كده نكمل عليه 4 أو 5 الباقيين. نساله عن فرحتها بمحمد، ربنا يبارك في محمد يا رب العالمين، وبنقول لك الف مبروك. تسلم استاذه ايمان، ربنا يكرمك يا رب يديكوا الصحه. وطبعا بنوجه الشكر اولا واخيرا طبعا لربنا سبحانه وتعالى وسياده المحافظ وسياده وكيل وزاره التربيه والتعليم مستر محمد سالم مدير المدرسه ومدرسين المدرسه وكل الناس اللي شاركت في المجهود ده. لو تكلمينا كده عن فرحتك بالخبر، وعرفتي الخبر ازاي؟ الخبر ده والله انا يعني مدرسه صاحبتي وحبيبتي هي اللي اتصلت عليا، لان انا ما كنتش يعني ما كنتش متابعه الموضوع، يعني كنت في شويه توتر شويه، فهي اللي بصراحه اللي اتصلت عليا وبلغتني الخبر. حضرتك عندك كم ابن؟ احمد ومحمد. عندي احمد في ثانويه عامه زي ما قلت. طب انت يعني عليك لود طول السنه ثانويه عامه واعداديه، احكي لنا كأم بقى التوتر والثانويه العامه. ان شاء الله كمان 3 4 ايام هتبتدي امتحانات، وابتديت الرحله مع محمد بسم الله ما شاء الله، ربنا فرحك بيه يا رب. كلمينا بقى عن التوتر في البيت وازاي بتنظمي الوقت بين الاثنين. والله دي تجربه صعبه جدا ان انت يكون عندك شهادتين وشهادتين، يعني مش سهلين، دي تجربه صعبه جدا، وان انت عشان توفقي بين ده وبين ده وترتبي ده وقته وترتبي ده وقته وتاخدي بالك من ده وتاخدي بالك، لا حاجه صعبه بصراحه يعني. ربنا يكون في عونك ان شاء الله، وربنا يفرحك يا رب باحمد زي ما فرحك بمحمد. يا رب يا رب. اول ما عرفت الخبر بقى عملت ايه؟ موتته من البوس. كنت مبسوطه جدا يعني طبعا. الحمد لله طبعا. ان شاء الله وربنا يوفقها يا رب العالمين ونشوفه في اعلى المناصب. ربنا يكرمك يا رب يا استاذه ايمان. كنت فتره بقى المذاكره، وكنت بتنصحيه بايه؟ اهم حاجه علاقته بربنا دي اهم حاجه، بعد كده كل حاجه سهله وتهون يعني. فكان اهم حاجه ان احنا لازم نواظب على الصلاه، نواظب على الاذكار، دي اهم حاجه. كنت انت مثلا يعني حاسه ان محمد ممكن يكون اول المحافظه ولا متفوق زي طول عمره ما هو متفوق مثلا؟ لا بصراحه الترم الاول انا كنت يعني ان شاء الله هيجيب مجموع كويس، بس ما كنتش متخيله ان هو الترم الاول هيطلع اول محافظه. لما طلع الترم الاول اول محافظه فطبعا طموحي كبر يعني. ان شاء الله. يعني لو كلمه كده حلوه لمحمد واحمد ان شاء الله باذن الله ربنا يفرحك بيه من خلال اليوم السابع. ربنا يا رب يكرمهم ويفرحني بيهم ويعني وييسر لهم حالهم ويعني ويسهل لهم امورهم، بس مش اكتر من كده. ربنا يكرمهم.